السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. طبعا شباب، مقطعنا اليوم عن حزمة سكند بلس جديدة. وقبل بداية مقطعنا يا شباب، أتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش يشترك بالقناة، أتمنى أن يشترك وفعل زر الجرس، وربي يسعدكم مع كل شيء. ويلا خلونا نبلش مقطعنا. والبداية يا شباب، أتمنى أنكم لا تنسوا تعملوا لايك للمقطع، وأتمنى أنكم تستخدموا كود المتجر YZYZET عندكم بالأيتم شوب. طبعا شباب، بالنسبة للحزمة، هذه الحزمة مسربة أنها راح تكون حزمة سكند بلس القادم. مثل ما تشوف هذه الأشياء راح تيجي مع السكن، وطبعا شباب احتمال بالأيام القادمة أو الأسبوع القادم أنها تنزل بالستور أو بالستورات كلها. بس برضو لا ننسى أنه تسريب وممكن أنه ما يكون سكند بلس، بس كل المسربين على الأغلب يقولوا أنه هذه هي حزمة البلس اللي راح تكون. فمثل ما قلت لكم، احتمال الأيام القادمة أنها تنزل على الستور فجأة. طبعا شباب، بالنسبه للطريقه كيف تجيب السكن او كيف تجيب الحزمه، زي ما تعودنا بالسكنات اللي قبل او الحزمه اللي قبل، انه تفعل بلس يومين بالطريقه اللي تعودناها، او انك تكون في عندك بلس في حسابك. وان شاء الله من هون لما تنزل الحزمه راح احاول ابحث عن طريقه جديده انه كيف نفعل بلس في حسابك الاصلي. فان شاء الله اني اشوف طريقه جديده، واول ما اعرف اي طريقه جديده راح انزلكم اياها بالقناه. فخليك متاكد انك مشترك بالقناه ومفعل زر الجرس حتى توصلك اشعارات المقاطع اللي بنزلها اول باول. وبس شباب، ربي يسعدكم مع كل شيء، وهسه بترككم مع مقطع بسيط، ويلا مشاهدة ممتعة. Thank you.
موسيقى.